أستاذ محمد، نعم أنت الآن نعم يلا. قلت إنه الحسن بايع في بحار الأم، مين اللي نقل عن الحسن؟ ممكن تقرأ لنا لطفا السند؟ أقرأ لك يا حبيبي الكلام، كلام المجلسي يقول: لما تم الصلح لا احنا نريد كلام، لا حول ولا قوة الا انت. خليه يقرأ من البداية يا حجي، خليه يقرأ من البداية، قل له اقرأ من البداية، لا تفكر، اقرأ من البداية، يلا اقرأ من البداية محمد عمارة، اقرأ من البداية ومن كلامه عليه السلام، اقرأ يلا. طيب لو اقرأ سمحت لا تفكر. لماذا خليك انسان، خليك انسان منصف وانسان مسلم، المسلم ما يستعين على دينه بالكذب، اقرأ من البداية. والله انت الكذاب، والله اباهلك انك انت الكذاب، والله انت الكذاب ليش؟ طيب ليش ليش بترت الرواية؟ ليش بترت الكلام من البداية؟ هو اصلا الكلام مرسل ما بي سند. اولا شوف، اولا الكلام، اصبر 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 اصبر، خلي ابين، خلي ابين ما فعلت، خليني ابين ما فعلت، خليني ابين ما فعلت، اصبر اصبر. لا اصبر محمد عمارة، لا تصيح لا تصيح، لا تعصب لا تعصب، اهدى اهدى. صيح ايه انتم جبناء؟ اهدى 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 يا اخي، اهدى واشرب كوباية ليمون بالنعناع وخليك هادئ وخليك كويس، خليك كويس. اسمعوا اخواني، اسمعوا اخواني، اسمعوا. طيب اخواني الروايه اخي، بس بس لحظه لحظه، سيدنا سيدنا قبل ان تقرا، الله يرضى عليك اخي محمد عماره، اخي محمد عماره، محمد عماره اسمعني ارجوك اهدى. ليش اخي، اخي محمد عماره، محمد عماره اسمعني، اريد انا لو يقرا الروايه من البدايه، لو يقرا الروايه من البدايه، لو انا اقراها من البدايه. ماشي ماشي، لحظه سيدنا، بس لحظه خل اخاطب الجمهور، اخونا الكريم محمد عماره، أنا فقط أريد أفهم هذه النقطة اللي في أذهانكم في حواراتكم. لما أنا أقول لك اقرأ الرواية من البداية، أقول لك تبتر من الرواية، ليش تقول لي جبان؟ ليش؟ يعني أنا لما أطالبك الآن، شوف لما طالبني الأخ سحبت الكتاب وقرأت الكتاب أمامي وأنا أقرأ وأريكم الكتاب على الشاشة. لما أنت تبدأ تقرأ من الوسط ومن الثلث الأخير، ونقول لك يا أخي لأننا خبرة في هذه الأمور، نقول لك اقرأ من البداية، من الذي نقل؟ تقول لنا يا جبناء، أنت تقول لنا يا جبناء، بمعنى تريد أن تسيء لنا، وإحنا ما سألنا لك وما قاطعناك، مجرد نقول لك اقرأ من البداية لأن أنت ما تقرأ، ماذا نفعل؟ تفضل. اسكت بقى، اسكت. يقول لي اسكت اخواني، هذه لغة حوار. شوف اخواني، لحظة 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 اخواني، هذا منو اللي؟ طيب اخي محمد عمارة، خلي الحوار يكون بيننا مؤدب ارجوك. شنو اسكت؟ ليش اسكت اخي؟ انا طالبك بالدليل، انا اقول لك مكرم وانت تقول اسكت اسكت، ليش اسكت؟ تفضل الآن، مع هذا راح احترمك وأرجوك أن تقرأ الرواية من البداية لطفا لطفا، رحمة على والديك، تفضل. رحمة على والدي، تمام، لا تقاطعني. ممكن ممكن تفضل، أنا بطلب طلب مستحيل، أنا عارف، أنت تسمعني؟ تفضل. تمام، ارفع الصوت، أنا عارف أن أنت موطي الصوت لأوطى درجة، يمكن أن أنت نفسك مش سامعه، ارفع الصوت ولا تخاف. إخواني الصوت واضح عندكم؟ لحظة لحظة لحظة، خلينا نشوف البث. إخواني اسمع بقى، اسمع اسمع، خلاص اسمع اسمع اسمع. يشهد الله إخواني، يشهد الله أنني موطي صوت أحمد الإمامي، ووطيت صوت سيد ميثم، وهو يشهد الله، يشهد علي ربي انه وطيت صوت احمد الامامي، والان هو يتكلم صوته، لكن شوفوا سوء الظن. لا مو انت سيء الظن يا اخي، احترموا الناس. ليش خلاص؟ خلي ابين اسلوبك. ليش خلاص؟ ليش خلاص يا حبيبي؟ خلينا نبدا في الموضوع، نبدا في الموضوع، انت تريد ان تهرب من الموضوع. استغفر الله، تريد ان تهرب من الموضوع الاساسي. اسمع، وانا اعرف انك لم تستطيع ان تسمع لأنك عارف أنك حتتورط، تمام؟ يا إخواني الأفاضل، يا المستمعين، يا شيعة، تمام؟ نهاية الرواية التي يقول عنها ميثم الموسوي أنني كذاب فيها، نهايتها
نهايتها ماذا؟ تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل وشهد عليه بذلك وكفى بالله شهيدا فلان وفلان والسلام، انتهى. تمام؟ الرواية التي يقول عليها شنو؟ بدأ المجلس يتكلم ويقول: ولما تم الصلح، كلام المجلس مش رواية، ولما تم الصلح وانبرم الأمر التمس معاوية من الحسن عليه السلام أن يتكلم بمجمع من الناس ويعلمهم أنه قد بايع معاوية وسلم الأمر إليه، فأجابه إلى ذلك. يعني الآن حتى أفهم أستاذ محمد، أنت تستدل بالرواية ولا بكلام العالم المجلسي؟ شو استدل وجه؟ بكلام العالم. يعني ما عندك لا يعني ما عندك رواية الآن، أنت أعلم من المجلسي، أخذ بكلامك أنت. عمي 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 أستاذ، اسمع سؤال العلم، السؤال العلمي الآن، أنت تبين للناس أنه ما عندك رواية، عندك قول لعالم، صح؟ يعني الآن إحنا صدقنا أنه ما عندكم رواية، لكن عندك قول. أنت مدلس، أنت مدلس. هو اسمعني بقى، لو سمحت اسمعني. هذا الميثوي المشهور، انت قلت بس لحظة لطفا الان انت قلت انا اقرا لك الرواية، الان تبين ما عندك رواية، عندك كلام لعالم، قل انه ما عندك رواية وعندك كلام للعالم، تفضل. حجي، هو بتر اولا ثم خلط الامر. اولا الروايه التي ذكرها، الروايه اللي ذكرها هو بتر. لماذا بتر؟ اولا الروايه بدون سند، الروايه هكذا هي بدون اسناد، تقول ومن كلامه عليه السلام. اخواني شوفوا ماذا بتر، ما كتبه في كتاب الصلح، ما كتبه في كتاب الصلح الذي استقر بينه وبين معاويه، حيث رأى حقن الدماء وإطفاء الفتنة، وهو بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان صالح. واسمعوا ماذا بتر إخواني، ليش يخاف على إمام معاوية؟ وإن كانت رواية بلا سنه السماء لا قيمة، ولكن لماذا تبتر؟ صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين، هاي بترها محمد عمارة. طيب هاي الأمانة العلمية، على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسيرة الخلفاء الصالحين، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين. وهذه أيضا بترها، وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم، وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه، وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء، وما أعطى الله من نفسه. عجيب، هاي كلها نكثها معاوية، نكث عهد الله، نكث ميثاق الله، هاي كلها بلحة محمد عمارة، كلها بلحة. وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غائلة سرا ولا جهرا، ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق، شهد عليه بذلك وكفى بالله شهيدا، فكيف كان شهادة الله فلان وفلان والسلام. ولما تم الصلح وانبرم الأمر التمس معاوية من الحسن عليه السلام أن يتكلم لمجمع من الناس ويعلمهم إنه قد بايع معاوية، هاي فقط اللي ذكرها، وسلم الأمر إليه، فأجابه إذا ذلك، فخطب وقد حشد الناس خطبة الحمد لله تعالى وصلى الله على نبيه صلى الله عليه وآله، وفيها ومن كلامه المنقول عليه عليه السلام إن أكيس الكيس التقى وأحمق الحمق الفجور إلى آخره، إلى آخر الكلام. هذا كله بترى محمد عمارة من أول النص إلى آخر النص، فقط أخذ أنه الحسن عليه السلام بايع معاوية وانتهت القضية. بالله عليك ما تستحي، بالله عليك أنت صاحب دين، ليش بترت الكلام؟ إنه معاوية ليس له
يجب أن يعيد الخلافة للإمام الحسن، وأن معاوية بن أبي سفيان ليس له أن يعهد إلى أحد من بعده، وأن معاوية عليه عهد الله وميثاقه وما أخذ الله على العباد وكفى بالله شهيدا، مع أن السند لا قيمة له، ما فيها سند، ومن كلام الله عليه السلام، وفوق كل هذا تبتر، فوق كل هذا تبتر. أخوان أخوان بس لحظة قبل أن أقدم الأستاذ محمد عمارة، أخوان ما في شيخ يأتي ويتناقش معنا. أخواني أرجوكم سووا اشتراك للقناة بارك الله بكم، وسووا إعجاب، وسووا خل يأتون والله بلوة، يعني ردنا واحد صادق، فقط صادق صادق يصدق بالقول. ما في شيخ، ما عندكم مشكلة والله. أبو باقر عندك حجي حجي أكو ملاحظة صغيرة. محمد عمارة هذا الكلام كلام المجلسي؟ أنتظر أنا لين أنتظر يعني؟ لا لا هو يسألك أستاذ محمد صار. يسألك هذا الكلام كلام المجلسي؟ أعلق على كلام ميثم ثم يسألني، مش هو ده الحوار؟ لا أنا ما عندي تعليق، مع مو تعليق بس سؤال. هذا الكلام من بحار الأنوار كلام المجلسي؟ الميثم الموسوي ثم يسألني صح ولا غلط؟ يا حبيبي انت مو قلت كلام المجلسي بس جاوبني، هسه ما في داعي الملف والدوران كلام المجلسي او لا. انا قلت لك انا اعرف انك ستقطع علي وقد حدث، وانا يا اخي انا احمد الامامي مو الحاج وعاد، لو سمحت اديني فرصه اتكلم والله ما هتديني. نعطيك فرصه بس سؤال انا اسالك، احمد الامامي هذا كلام المجلسي او الروايه؟ لا تسألني. هو قال كلام المجلسي، قال سمعوه الجميع، قال هذا كلام المجلسي. خلاص جيد جدا. المجلسي متى توفي؟ ممكن تذكر لي؟ أريد سؤال من عندي. عايز تطلع الموسوي إنه هو مش أبين كذب. يا حبيبي المجلسي متى توفى؟ جاوبني. الموسوي كذاب. اسمع علق على الموسوي ثم أدخل معك. نصيحة خليني أكمل. اسمعوا يا أخواني. المجلسي هذا مو كلام المجلسي، هذا من أصل الرواية. هذا الرجال عم يتوقع أنه كلام المجلسي. المجلسي متوفى 1111، ونفس الكلام نقل في كشف الغمة للأربلي المتولد 692. يعني مثلا شلون الأربلي جاب كلام المجلسي وهو كان بعده ب 500 سنة؟ أنت عاقل أنت؟ الله أكبر. يعني الأربلي ذكره في كشف الغمة سنة 692، العلامة الأربلي نفس النص، زين متولد 692 في القرن السابع وعاش إلى القرن الثامن، والمجلسي متوفى 1111. يعني شلون الأربلي كتب كلام المجلسي قبل 500 سنة؟ أنت عاقل أنت؟ الله أكبر. يا وهابية والله مشكلة. يا وهابية يا أستاذ الوهابي المحترم، تفضل محمد عمارة. كيف تفضل؟ السلام عليكم عدوان. عليكم السلام ابو نجم. يكمل محمد. هو شو تفضل بعد؟ هو شبقى عنده بعد؟ هو شبقى بيه؟ خلينا نشوف اذا بينا سيدنا، نشوف اذا بينفس. خلي يشتم. لا وقف كرامتي واسكت. يريد يشتم. تفضل. الجبناء. تفضل. اتكلم الان. سمعناك تقول الجبناء فقط، ما سمعنا دليل. أنتم الجبناء لا تعطونني وقت أتكلم، أعطونني وقت أتكلم. هناك هو وقت يا جماعة، أنت بتعرف ماذا قول الآن ولا قول؟ براحتك اشتموا وقول في أمان الله. لا اشتموا ولا تزعل. لا لحظة سيدنا، لحظة سيدنا أبو باقر، تفضل محمد عمارة اشتمنا إذا تريد اشتمنا، ما في مشكلة تفضل. ما هيصدقوا ما هيصدقوا سكون أتكلم. نهاية الكلام يقول شهد عليه بذلك وكفى بالله شهيدا والسلام. أي وشنو الجديد؟ والسلام. هذا كلام منه، كلام منه، هذا كلام منه. اسمع يا جبان، اسمع لما تكلم بعد ما خلص. يا أخي أرجوك الناس الآن تسمعك يا مكرم يا محترم. اخواني سيد ميثم وابو باقر سووا ميوت لما يتكلمون، الله يبارك فيكم. حتى ما سيد ميثم هذا التشويش عند السيد اخي محمد عمارة. انا ما عندي اي تشويش، انا سووا ميوت ما عندي اي لعد. هذا ابو نجم ممكن او ابو باقر.
اخي محمد عمار انا مسويت الوصيه يا حجي. ايه الان اوكي طلع ابو نجم ما ادري هو طلع التشويش منه على اي حال اخي أنا محمد عامل كتم انا عامل كتم من عندي بس احسنتم احسنكم كلكم كتم الله يبارك خلي اكلم هذا الانسان المؤدب المحترم اخي محمد عمار شوف انا اقول لك اخي ومكرم انت الان لما تقول لماذا تقطعون لانك شتام الان احنا نريد ان بس نريد شغله واحده فقط نريد مساله واحده انك تثبت انك صادق للناس انت مع ربك ومع نفسك الله يعرفك وانت تعرف الان مع الناس سيلوك اخونا الكريم السبب يقاطعون لان انت تقول هذا الكلام لرجل وطلع الكلام ما هو لرجل ما هو لرجل سيلوك عندما تقول انت يا كذاب يا مدلس دعني هكذا تتكلم هذا تتهم رجل بالكذب والتدليس وانت متلبس بعلامة استفهام لذلك انا اقدمك وارجوك ان نحترم بعضنا البعض الاخر ترى هذا ما يضرني اخي محمد عمارة اشتم احمد الامامي اشتم ميثم الموسوي اشتم معد اللامي ابدا ما يضرنا تدري ليش ما يضرنا لأن إحنا ما عندنا ثوب الشتيمة ما راح نقابلك يعني هذه لعبة ما تنجح فيها لأنه فاقد الشيء الذي عندك لا يعطيه أنا فاقد للشيء أنا فاقد أخلاقك أخونا أنا عندي أخلاق ما أقدر أقولك يا جبان يا مدلس يا إلى آخر الآن شوف كلامي تفضل يا محترم سؤالي هل هذا الكلام للمجلسي لأن الأربلي قبل تقريبا 450 سنة تبين أن الأربلي ينقل نفس الكلام ليش نسبته إلى المجلسي تفضل تمام ممكن أتكلم بدون مقاطعة والله برضو لازم المقاطعة تفضل بس بدون شتم الله يرضى عليك الله يرضى عليك أنا ما شتمت غير بعد ما قطعت يعني أقول لك هسه تقبل يقول ما شتمت لحظة انت شلون يعني تعقل ما عندك يعني لو واحد قال لأبو بكر جبان هذه شتيمة ولا لا تقبل اقول ابو بكر جبان تقبل اقول عمر جبان ولا تنتفخ اوداجك شلون مو شتم تقول لنا يا جبناء يا كذاب يا كذا يا كذا فلما الان نقول لك تفضل تقول انا ما شتمت والله حلوة يعني انسان يدخل عليك في القناة يقول لك يا جبان يا جبان يا كذاب عفوا انا شتمتك انا ما شتمتك